هل هذا الانقسام في التظاهرات أثر على زخم وقوة التظاهرات أم العكس صحيح؟ يعني عذرا بسبب يعني الهتافات من حولي لم اسمع السؤال، فاذا يمكن زميلي سعد تقوم بإعادة السؤال. بس سألتك عن التظاهرات التي جرت اليوم، ضعنا في صورة ما جرى وكذلك الانقسام الحاصل في التظاهرات، يعني جرت اليوم في الكرخ جانبي الكرخ والرصافة، ساحة النسور وساحة التحرير، هل هذا الانقسام في التظاهرات أثر في زخم وقوة التظاهرات أم أن العكس صحيح؟ نعم سعد، طب يعني نعم سعد، بداية إذا تحدثنا مثلا عن الانقسام الحاصل بين المتظاهرين إن كان في ساحة النسور وكذلك في ساحة التحرير، فهو فعليا أثر على يعني زخم التظاهرات، كون يعني من يتواجد هنا من أبناء تشرين وكذلك حتى من مختلف الفئات الاجتماعية المتواجدة والمشاركة بالتظاهرات انقسمت إلى قسمين، بالتالي هذا أثر بقضية توافد الأعداد وأن تجتمع بشكل كامل وموحد في مكان محدد ويكون فيها زخم عالي. إن تحدثنا مثلا عن سبب الانفصال، فبالتالي يعني المطالب والرؤى هي ذات الرؤى إن كان في ساحة النسور وكذلك حتى هنا في ساحة التحرير، حيث المكان الذي يتواجد فيه الآن، خصوصا وأن يعني البيان الذي أعلن في ساحة النسور تم اعتماد من قبل ساحة التحرير ومن يتواجد في ساحة التحرير، بالتالي الأمر متعلق بالانشطار هو لقضايا تنظيمية. كان هناك اختلاف في وجهات النظر على الأمور التنظيمية، وهذا ما جعل هناك اختلاف وبالتالي أدى إلى انشطار المتظاهرين، جزء في ساحة النسور وجزء هنا في ساحة التحرير، لكن المطالب هي ذات المطالب.